طيب تعالوا بقى نروح نتكلم شويه عن قرعه دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي حسب وصف الكابتن سيد عبد الحفيظ ليها وطبعا مدير الكره بالنادي الاهلي قال انها جاءت متوازنه، قال كمان ان ترتيب المواجهات جاء جيدا جدا للفريق وانه في صالح النادي الاهلي الذي سيواجه المريخ السوداني في القاهره في يوم من ايام 12 او 13 فبراير، ثم يخرج لمواجهه سيمبا التنزاني في الجوله الثانيه، ثم يواجه فيتا كلوب في الجولتين الثالثه والرابعه، ثم سيواجه المريخ في الجوله الخامسه بالسودان، ويختتم الفريق مواجهاته امام سيمبا في القاهره. اشار كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي الى ان مباريات دور المجموعات تشبه مواجهات الدوري، والهدف دائما بيكون من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط، وبيقول كمان أن هدفنا تحقيق نتائج إيجابية خصوصا في اللقاءات التي ستقام خارج مصر، وطبعا بنتمنى أكيد كل التوفيق لفرقتنا الغالية النادي الأهلي العظيم. وتعالوا بقى نشوف كمان هذا التقرير عن آراء الجماهير عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، نشوفه ونرجع نكمل، اتفضل. المجموعة إلى حد ما متناسقة شوية، يمكن إحنا مش أول مرة المجموعة دي نقابلها، يمكن إحنا السنة اللي هي اللي قبل اللي فاتت كانت سيمبا وفيتا كلوب كانوا موجودين معنا في نفس المجموعة أيام ما كان موجود معنا اللي صعدنا فيها مجموعة أول وبعد كده خرجنا من سان داونز. المريخ السوداني بقى لنا فترة مش 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 بنقابله، بس طبعا كان لينا فترة فاتت كنا موجودين مع الهلال السوداني فعارفين أكتر برضو الكرة في السودان بشكل كويس، فأعتقد إن فرصة كويسة للأهلي إن هو يبقى صاعد أول مجموعة إن شاء الله. والله الأربع مجاميع الأهلي بيهاجلي يعني لعب الناس دي قبل كده فمش فارقة معاه. أنت بتتكلم على أسياد أفريقيا يعني الأهلي. انا شايف المجموعه قوتها متوسطه شويه يعني مش برضو المجموعه اللي هي جامده، والاهلي عشان واخد راس المجموعه وكده فربنا كرمه ووقع مع فرق يعني مستواه الفني مش مستوى الاهلي يعني. مجموعه سهله ما هي صعبه، والاهلي دايما طول عمره ما بيطلعش من دور المجموعات، وان شاء الله يتصدر المجموعه وناخد البطولة العشرة إن شاء الله. أو أنا شايف إن هي المجموعة الأسهل بالنسبة للأهلي إن شاء الله، يعني الفرق مش أقوى حاجة، معنا فرق كلها أفريقية معناش فرق من شمال أفريقيا أو كده، فدي حاجة إن شاء الله تسهل على الأهلي المأمورية يعني إن شاء الله، واللعيبة تكون قد المسؤولية وتاخد العشرة بإذن الله. هو طبعا الأهلي تصنيف أول والمجموعة الأهلي مش ضعيفة يعني تقلق شوية، بس إن شاء الله الأهلي قادر يبقى أول المجموعة ويبقوا معاه فريق تاني. المريخ السوداني أكيد فيتا كلوب طبعا قوية، مستوى ثابت قوي فيتا كلوب. أنا شايف إن المريخ أقوى الفرق وفرقة معروف عنها بتنافس دايما على النهائيات وممكن هي توصل إن شاء الله. أقربهم للمنافسة صعوبة هو فيتا كلوب فعلا، بس النادي إن شاء الله الأهلي قادر على إنه يكسب أي ماتش. المريخ السوداني. هي المجموعة الثانية طبعا اللي هي مازيمبي والهلال وسان داونز وشباب بلوزداد. اما الاهلي الحمد لله فوق مجموعه كويسه يعني. المجموعه اللي فيها الوداء سان داونز وشبيبه بلوزداد، وهي دي اقوى مجموعه في المجموعات كلها. والله انا شايف المجموعه الثانيه اللي فيها سان داونز خد البطوله كذا مره وطلع الاهلي مرتين وطلع الزمالك مرتين. المجموعه الثانيه هي اصعب مجموعه اللي هي مازيمبي الكونغولي والمريخ السوداني والهلال السوداني وسان داونز. طبعا بما انه انا من السودان فهقول لك المجموعه الثانيه الهلال السوداني مازيمبي هتكون مجموعه قويه جدا سان داونز، فنتمنى لهم التوفيق والفوز باذن الله ان شاء الله يعني. المجموعه الثانيه اللي فيها سان داونز والهلال دي مجموعه الموت.